بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا. رب تمن بالخير والسعادة والله لي التوفيق ومن التحقيق. نعم. كنا بصدد بيان أقسام العين، ذكرنا منها قسما وهو المركب، وهو إما مركب وهو الجسم، ثم والقسم الآخر يذكره المصنف بقوله أو غير مركب كالجوهر وهو الجزء الذي لا يتجزأ. فإذا ما له قيام بذاته من العالم إما مركب أو غير مركب. المركب هو الجزء هو الجسم، ثم وغير المركب كالجوهر، هكذا أتى بصورة المثال. ثم بعد ذلك حسر الجوهر على الجزء الذي لا يتجزأ بقوله وهو الجزء الذي لا يتجزأ. هنا سلك المصنف مسلك آخر بالنسبة إلى القسم الأول، هناك ذكر وهو مركب وهو الجسم، إما مركب وهو الجسم، هنا قال غير مركب، ثم بعده لم يقل وهو الجوهر، أو لم يقل وهو الجزء الذي لا يتجزأ. سيأتي فائدة هذا التنيع. قبل ذلك الشارح يشرح قوله الجوهر. ماذا أراد بالجوهر؟ يعني العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرلا. نعم. فإذا يعني العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرلا. نعم. الجوهر يطلق على معنى آخر أيضا، لذلك فسره. يعني الجوهر يطلق على ما يقابل العرلة، سواء كان متحيزا أو غير متحيز. هكذا الفلاسفة يطلقون الجوهر على المجردات أيضا، مثلا الهيولى والصورة كلها عندهم من الجواهر. نعم. فإذا هذا جوهر بمعنى آخر، الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرلا. فإذا ما هي الفروق بين هذه الانقسامات؟ ذكرها عصام الدين الإسفرايني رحمه الله في حاشيته، هو يقول: والقسمة الفرلية والوهمية اسمان لأمر واحد. فرلية وهمية كلاهما اسم لأمر واحد، ثم اسمان لأمر واحد من الشائع، وهي المقابلة للقسمة الخارجية. هذا الأمر الواحد أو القسمة الفرلية والقسمة الوهمية، يعني غير القسمة الخارجية. ما هي القسمة الخارجية؟ المشار إليها بقوله لا فعلا. فإذا القسمة الفرلية والوهمية
ഇസ്മാനി ലിമാനൻ മുഖാബിലിൽ ഖിസ്മത്തിൽ ഫിഅലിയത്തി അവൽ ഖാരിജിയത്തിന المفصلت في محله يعني القسمة الخارجية أو الفعلية هي مفصلة في محله بأي شيء بالقسمة بالقطع والقسمة بالكسر هذا هو القسمة الخارجية أو الفعلية القسمة بالقطع ما هو وهي القسمة بالعالة النفاذة بالمنقسمين النفاذة يعني تنفذ تغوص إليه هذا القطع بالسكين عندئذ السكين ينفذ في هذا الجسم هذا معنى عالة النفاذة والقسمة بالكسر إذن أتفن على قوله بالقسمة بالقطع إذن القسمة بالكسر أو القسمة بالقطع كلاهما قسمة خارجية وقسمة فعلية وهي ما يقابلها يعني القسمة بالكسر وهي ما يقابلها يعني ما يقابل القسمة بالقطع إذن كيف نعرفها القسمة بغير الآلة النفاذة في المنقسمين يجب هناك إما آلة آلة غير نفاذة القسمة بالآلة غير النفاذة في المنقسم مثلا رجل يعني كسر بمدق حجرا فإذا هذا مدق لا ينفذ في الحجر أو يعني هو كسر يعني بيضة بحجر فإذا أو بيده فإذا هذه اليد لا تنفذ في البيضة بل ينكسر هذا هو في آلة غير نفاذة في المنقطع ثم وقد يفرق بين الوهمية والفرلية يعني هذان اسم اسمان لأمر واحد يعني هذا الأمر ما يقابل القسمة الخارجية لكن بينهما فرق ليس مترادفين هذا الذي يبين وقد يفرق بين الوهمية والفرضية بأن الوهمية ما يفرضه الوهم جزئيا والفرضية ما يفرضه العقل كليا يعني العقل يدرك الكليات الوهم يدرك الجزئيات هذا هو قاعدة عند الفلاسفة فإذا القسمة الفرضية يفرضها العقل كقاعدة كلية يعني أي شيء هكذا فهو هكذا هكذا لا ينظر إلى شخص ولا جزئي بل يفرضه كقاعدة كلية أما الوهم يعني هذا شيء على هذه الكيفية والصفة ثم ينظر إلى هذا الجانب أو إلى هذا الجانب هكذا ينقسم ينقسم هكذا هذا باعتبار شيء معين مخصوص جزئي ثم هذا هو الفرق بينهما ثم وهذا القسمة الفرعية قسمة يعني فرضية مطابقة للواقع هكذا ينبغي أن يقيد القسمة الفرضية يعني مطابقة للواقع وإلا فللعقل فرض كل شيء غير واقع للعقل فرض كل شيء غير واقع فإذا ينبغي أن يقيد هذا قوله ولا فرضا يعني مطابقا للواقع ثم هذا هنا عند العلماء قاعدة هكذا كل شيء يفرض للعقل أن يفرض كل شيء وهذا ليس صحيحا على الإطلاق يذكر مصلح الدين هنا وما يقال من أن للعقل فرض كل شيء فكاذب هذا قضية كاذبة
لماذا لا يرى أنه ليس له فرض الشخص مشتركا؟ فشخص جزئي هل يفرض عند العقل مشتركا؟ لا يفرض. فكما أن فرض اشتراك الشخص يخرجه عن شخصا يعني عن كونه شخصا، لو فرض له شيئا مشتركا فلا يكون شخصا، فكذلك فرض الجزئي منقسما يخرجه عن الجزئية ويجعله شيئا ذا امتداد هكذا. فإذا ما هو الحق في هذه القضية؟ للعقل فرض كل شيء. الحق أنه قد يكون الشيء ممتنيا في نفسه ويكون فرضه ممكنا في نفسه وممتنيا، ما ذلك يجوز للعقل فرضه، يمكن للعقل فرضه هكذا شيء. وقد يكون فرضه كنفسه ممتنيا، هكذا يوجد نوع هذا نفسه ممتنع، يعني هو شيء ممتنع في نفسه في نفس الأمر، مع ذلك فرضه أيضا ممتنع، هكذا يوجد هذه الأشياء. فإذا معنى هذا القول للعقل فرض كل شيء، معناه للعقل فرض بعض الممتنعات فقط، ليس كل الممتنعات بل بعض الممتنعات. نعم هذا صحيح. ثم هذا هو الجزء الذي لا يتجزأ، الجوهر وهو الجزء الذي لا يتجزأ، ولم يقل وهو الجزء يعني كما أشرت أولا، هناك في القسم الماضي حسرة وقال وهو إما مركب وهو الجسم، لو كان تعبيره على ذلك المنوال ينبغي أن يكون أو غير مركب وهو الجزء الذي لا يتجزأ أو وهو الجوهر، لم يذكر هكذا بل ذكر كالجوهر ثم حسر الجوهر على الجزء الذي لا يتجزأ. لماذا؟ احترازا عن ورود المنع، لو حسر هذا يرد المنع هنا، لو ورد المنع يطول الكلام هنا، لأجل ذلك ألا يطول الكلام هنا في الوصائد، ماذا احترز المصنف عن هذه المنوعية وهذا المنعي، هذا منع يمكن أن يجاب عنه جوابا حقا، مع ذلك ترك لئلا يطول الكلام في الوصائد، يعني ما وصلنا إلى المقاصد هذه وصائل. نعم. فإن ما لا يتركب لا ينحسر عقلا، فإذا بأي شيء يكون المنع؟ ما لا يتركب لا ينحسر عقلا في الجوهر، يعني غير مركب من الأعيان ليس منحسرا في الجوهر، ليس منحسرا في الجوهر يعني عقلا، ليس حقيقة ولا واقعا، هو منحسر في الجوهر حقيقة وواقعا، ومع ذلك هناك احتمالات عقلية، فيمكن للمعترض أن يورد على هذا الحسر بتلك الاحتمالات العقلية، لذلك لم يحسر. نعم. هذا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ. نعم. هذا هو جوهرنا عندنا هنا. ثم بل لا بد من نبطال الهيولى والصورة والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك. نعم. هؤلاء الفلاسفة يقولون بالهيولى والصورة، عرفناها أمس ما هي الهيولى وما هي الصورة، كذلك هم يقولون بعقول عشرة، عقل أول عقل الثاني هكذا عقول عشرة، وكذلك يقولون بالنفوس، هذه نفوس المجردة بمنزلة الأرواح، لكن هذه نفوس فلكية أو إنسانية. نعم. فإذا أرواح هم يفرضون أرواحا للأفلاك للسماوات، فتلك الأرواح النفوس أيضا داخلة هنا، فإذا عقول نفوس مجردة، وهؤلاء يثبتون
فهذه من الأعيان مع ذلك ليس بمركب. فإذا لو حصرنا غير المركب على الجذوع الذي لا يتجزأ ممكن أن يكون بالمنع على الحسر بالهيولة أو بالصورة أو بالعقول أو بالنفوس هكذا. ثم يمكن أن يجاب عن هذه العقول والنفوس لو منعوا بهما بها يمكن الجواب يعني أن العقول والنفوس المجردة عندهم غير متحيزة وهذا الجوهر أو يعني العين متحيز أصلا العين متحيز ثم العين هو الذي انقسم إلى مركب وغير مركب فهما متحيزان فالمنع بالعقول والنفوس ليس بمستقيم هذا الإيراد ينتفي بهذا القول ثم الهيولى والصورة يعني هما ليسا ثابتين بأدلة بطالهما يمكن المنع ثم هنا قولان هذا يحترز هنا يحترز أما هناك يعني في قسم المركب لم يحترز بل حسر هناك أيضا يكون هكذا احتمال المنع يقول حسام الدين يقال لا وجه للاحتراز عن ورود المنع هنا دون قوله وهو الجسم يعني هنا يحترز وهناك لم يحترز فلمجموع هذا توجيه مع أنه يتوجه عليه المنع يعني في حسر المركب على الجسم هناك أيضا يتوجه منع كيف باحتمال عين مركب يعني احتمال عقلي عين مركب من جوهرين مجردين جوهرين مجردين هذا من أقسام العين هكذا يفرى الواحد يعني ليس مركبين من جزئين اللذان لا يتجزأين بل هو مركب من جوهرين مجردين أو من مادي ومجرد جزئان أحدهما مادي والآخر مجرد هكذا أيضا يمكن فرضه ويجاب بأن هذا المنع أقوى لأنه يستند إلى ما أثبته جم من العقلاء بخلاف منع قوله وهو الجسم لأنه يستند إلى مجرد احتمال عقلي يعني لم يقل أحد من العقلاء أن هناك عينا مركبا تركب من جوهرين مجردين أو من جوهرين أحدهما مادي والآخر مجرد هكذا لم يقل به أحد وهنا قول موجود لذلك هنا اهترزا ثم بعد ذلك وعند الفلاسفة لا فعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفردي الجوهر الفرد يعني الجوهر الذي لا يتجزأ يقال لهذا جوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزأ هذا على اصطلاح القدماء وهم الذين يسمون هذا الجزء الجزء الذي لا يتجزأ والمتأخرون يجعلون الجوهر مرادفا للعين ويسمون الجزء الذي لا يتجزأ بالجوهر الفردي فإذا المتأخرون يسمون الجزء الذي لا يتجزأ بالجوهر الفردي الجوهر هو مرادف للعين عند المتأخرين لأجل هذا عندما فسر الشارح قوله كالجوهري فسره بالعناية يعني العين الذي لا يقبل الجوهر عند الإطلاق يراد به العين هو مرادف للعين عند المتأخرين
فإذا هذا المعنى يعني الجزء الذي لا تجزو هو الجوهر الفرد. هذا الذي ذكره هنا عند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد يعني الجوهر الذي لا يتجزو. وتركب الجسم مما إنما هو من الهيولى والصورة. أما عند المتكلمين هذا تركب الجسم أي جسم كان تركب الأعيان الأعيان المركبة تركبها مما من الأجزاء التي لا تتجزأ. هذا هو مذهب المتكلمين وذاك مذهب الفلاسفة. في الحقيقة لماذا قال المتكلمون بالجزء الذي لا يتجزأ وبأن الأجسام متركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ؟ هل فيه شيء من الفوائد؟ فيه شيء من الفوائد كما سيأتي. لو ذكرنا بأي قول بقول المتكلمين أو بقول الفلاسفة لا يضرنا شيء. نعم كما سيأتي. فعند الفلاسفة هكذا ثم تركب الجسم إنما هو من الهيولى والصورة ثم يذكر الشارح أقوى أدلة لهذا. لا وجود للجوهر الفردي ما معنى ذكر الشارح لا وجود؟ إذن هل هو ممكن؟ لا ليس بممكن. إذن لا وجود معناه لعدم إمكانه أي لا يمكن وجوده. هذا مذهبهم. الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد الذي يقول به المتكلمون أو طائفة من الفلاسفة أيضا يقولون به نعم هذا غير ممكن عندهم. وأقوى أدلة أدلة إثبات الجزء أنه لو وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم. إذ لو ماسته بجزئين لكان فيها خط بالفعل فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي. هكذا دليل. ثم وأشهرها عند المشايخ وجهان الأول والثاني. يعني إمام الطبراني رحمه الله ذكر هنا ثلاثة من الأدلة. أولا قال أقوى أدلة إثبات الجزء. لما قال أقوى أدلة؟ فيه تعليل أيضا مع كونه أقوى فيه تعليل بالإمام الرازي رحمه الله حيث قال حيث جعل دليلا آخر أقوى الأدلة حيث حكم بأن أقوى الاستدلال بالحركة. جعل الإمام الرازي الاستدلال بالحركة وتضيق ساحة ثم نعم أقوى الاستدلال بالحركة هكذا جعل الإمام الرازي لذلك فيه تعريض نعم أنه لو لي كرة حقيقية على سطح حقيقي هكذا. ما هي الكرة؟ الكرة جسم يحيط به حد واحد. جسم يحيط به حد واحد فقد حد يعني النهاية واحدة هنا سطح واحدة هذه كرة. يمكن أن يفرل في داخله في داخل الجسم يمكن أن يفرل نقطة يتساوى الخطوط الخارجة منها يعني من هذه النقطة المفرولة بالداخل تخرج منها خطوط إلى جوانبها إلى جوانب هذه الكرة. فإذن يتساوى جميع الخطوط هذه هي كرة وإلا لا تكون كرة يعني هذه كرة حقيقية. والمراد بكونها حقيقية ألا يكون كرويتها بحسب الحس. ممكن هذا يرى كرة لكن في الحقيقة لا يكون تكون الخطوط الخارجة من هذه النقطة إلى جوانبها متساوية حقيقة عندئذ تكون كرة حقيقية. نعم. وكذا المراد بكون السطح حقيقيا ما هو كذلك في الواقع
الكرة كرة حقيقية كذلك خطان خط مستوي نعم فإذا لو وضع هذه كرة حقيقية على سطح حقيقي ينبغي ألا تمس الكرة هذا السطح إلا بنقطة يعني لو مسته بنقطتين يكون هناك امتداد فيكون هناك خط مستقيم ولا يكون على سطح الكرة كرة هكذا لا يكون على سطحه خط مستقيم لا يكون بل يكون خط غير مستقيم هكذا معوج فإذا خط غير مستقيم يكون كثيرا خط مستقيم لا يكون هذا هو لو فرضنا هذه الكرة الحقيقية ينبغي أن لا يكون على سطحها خطا مستقيما لكن هنا لو ماسته بأكثر من نقطة فيكون يعني خط ومعناه أن إما أن الكرة ما كانت حقيقية أو هذا السطح يعني نعم السطح ما كان حقيقيا بل السطح معوج هكذا غير مستوي نعم غير مستقيم فإذا هكذا استدلوا سيأتي يعني تضعيف هذا الدليل من جانب الشارية على كل حال هذا أقوى أدلة ثم وإن أشهرها عند المشايخ وجهان الأول أنه لو كان كل عين منقسما لا إلى نهاية يعني كما يقول الفلاسفة كل عين منقسم لا إلى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل بل كلاهما سواءان لا يمكن أن يقال سواءان إلى لا يكون أصغر من الجبل ولا يكون الجبل أكبر من الخردلة لماذا؟ لأن كل منهما غير متناهي لجزائي خردلة غير متناهي لجزائي جبل أيضا غير متناهي لجزائي والصغر والكبر والعلم والصغر إنما هو بكثرة الأجزائي وقلتها كيف تكون كثرة الأجزائي وقلتها وذلك إنما يتصور في المتناهي يعني لو انتهت الأجزاء يمكن وصف أحدهما بالكبر أو الصغر أو العلم هكذا وهنا منتهى الأجزاء لأجل ذلك يعني ينبغي أن يكون أن يوجد الجزء الذي لا يتجزأ يعني انقسام ينبغي أن ينتهي فهذا المنتهى هو الجزء الذي لا يتجزأ ثم الثاني أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته يعني الجسم مركب من الأجزاء اجتماع هذه الأجزاء وتركبها هل هو لذاته لو كان لذاته لا يقبل الانقسام ولا الانفصال لو كان الاجتماع لذاته لا يقبل الانفصال لكن هنا يقبل الانفصال والانقسام فإذا علم أن الاجتماع ليس لذاته وإلا لما قبل الافتراق نعم فالله تعالى قادر على أن يخلق به الافتراق إلى أين؟ إلى الجزء الذي لا يتجزأ فإذا لو كان هذا الافتراق لو لم يكن الاجتماع لذاته فالله تعالى قادر أن يخلق في الجسم الافتراق إلى أين؟ إلى الجزء الذي لا يتجزأ ثم هذا يعني أشهرها عند المشايخ هذا لا يقال مع الفلاسفة يقال مع الفلاسفة الدليل الأول وهنا يعني إثبات قدرة الله تعالى فكذلك دفع عن عجز الله تعالى هكذا يأتي يعني مباحث يعترف بها المتكلمون المشايخ فقط نعم أن يخلق فيه الافتراق فإذا الله تعالى يخلق الجزء الذي لا يتجزأ لأن الجزء الذي تنازعنا فيه يعني نحن نتخالف في هذا الجزء الذي لا يتجزأ إن أمكن افتراقه لزم قدرة الله تعالى دفعا للأجزاء يعني وهو ممكن ثم لا يقدر عليه الله تعالى فهذا عجز لله تعالى نسبة الأجزاء يعني شيء ممكن
قدرت الله تعالى يعني على كل ممكن. لو قررنا أن هذا الافتراق ممكن ثم بعد ذلك وهو متعال من قدرة الله تعالى هذا لا يكون. لو كان ممكنا يكون تحت قدرة الله تعالى. فإذا الله تعالى يخلق هذا الافتراق إلى أين؟ إلى الجزء الذي لا يتجزأ هكذا. ثم وإن لم يمكن يعني هذا الجزء الذي فرضنا الله تعالى افترق أو هذا الجسم افترق إلى جزء ثم هذا الجزء هل يمكن وإن لم يمكن ماذا إن لم يمكن الافتراق افتراق هذا الجزء ليس بممكن. لماذا؟ هذا يعني بالنسبة إلى قدرة الله تعالى يفرل في هذا الجزء فرلان إما ممكن الافتراق أو غير ممكن الافتراق. لو كان غير ممكن الافتراق فلا يتعلق به قدرة الله تعالى. لو كان ممكن الافتراق ينبغي أن يتعلق به قدرة الله تعالى. فالله تعالى قادر على أن يخلق الجزء الذي لا يتجزأ في هذا الجسم في هذا الجسم. فإن لم يمكن ثبت المدعى هو الجزء الذي لا يتجزأ. وهكذا ذكر ثلاثة أدلة، الأول أقواها ثم الثاني والثالث أشهرها عند المشايخ. ثم يقول الشارح والكل ضعيف. هذه الأدلة ثلاثة ضعيفة. أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة. نعم ذكرنا هناك وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي. ماذا يكون هناك؟ هناك عدم مساس الكرة للسطح إلا بنقطة واحدة، وهذه النقطة هو الجزء الذي لا يتجزأ. لا يقال هذا هو الجزء الذي لا يتجزأ. لماذا؟ نقطة شيء، جزء الذي لا يتجزأ شيء آخر. فإذا كيف يثبت؟ يبقى هناك بقية من تلك من ذلك الدليل. ما هو؟ وهذه النقطة إما عين، يعني هذه الكرة مست هذا السطح بنقطة، ثم يقال هذه النقطة إما عين. لو كان عينا فثبت الجوهر الفرد، وإما عرض. إما هذا عين وإما عرض. لو كان عرضا ينبغي له محل فلا بد له من محل، وهذه النقطة غير منقسمة فينبغي أن يكون محلها غير منقسمة، فذلك المحل الجزء الذي لا يتجزأ. هناك يتم. فإذا هؤلاء قالوا يعني من يضعف هذا الدليل؟ قال هذا ذاك دليل يثبت على ثبوت النقطة، هو لا يستلزم ثبوت الجزء. لماذا؟ لأن حلولها بالمحل ليس حلول السريان. هم يقولون هكذا، لو كان هذا الحلول يعني حلول النقطة في محلها حلول السريان يثبت به، يعني يثبت بعدم انقسام النقطة عدم انقسام المحل، ويكون المحل الجزء الذي لا يتجزأ هكذا. لكن هم يقولون هذا حلول ليس حلول السريان، بل حلوله حلول الجوار هكذا قالوا. نعم حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل. نعم يلزم من عدم انقسام النقطة عدم انقسام المحل، فيكون المحل الجزء الذي لا يتجزأ متى؟ لو كان الحلول حلول سريان. ما هو الفرق بين حلول السريان حلول الجوار؟ مصلح الدين يبين. إذا كان الحلول حال ملاقيا بكليته، إذا كان الحال ملاقيا للمحل كيف يلاقي؟ بكليته لكلية المحل. فإذا الحال يلاقي محله كيف؟ بكلية الحال لكلية المحل. مثلا هذا لو تشرب القطن شيئا من الماء، فإذا هذا القطن المبلل بالماء كيف يكون؟ هناك التلاقي، تلاقي الماء للقطن
لكلية الماء بكلية الماء لكلية القطن، هذا هو الحلول. نعم حلول السريان يسمى حلوله حلول السريان، كحلول الانحناء في الخط. ثم وإذا لم يكن ملاقيا بكليته بل بطرفه يسمى حلول الجوار، كحلول النقطة فيه، حلول النقطة في محله هكذا حلول الجوار. والأول ينقسم بانقسام المحل والثاني بخلاف الثاني، هكذا هم جابوا. ثم وهذا باطل، يعني على فرضهم هذا باطل. لماذا؟ النقطة لو وضعت على نقطة أخرى، هم يعني مذهب الفلاسفة هكذا، لو وضع خط على خط آخر، أو لو وضعت سطح على سطح آخر، أو لو وضعت نقطة على نقطة أخرى لا يتجسم، بل يعني ينطبق على مثله، ينطبق على مثله. فإذا هذا الانطباق يدل على أن الحلول حلول السريان، وهؤلاء فلاسفة هم يقولون بانطباق نقطة على نقطة أخرى، وخط على خط آخر، وسطح على سطح آخر. نعم هذا جواب المتكلمين. ثم والثاني أما الثاني والثالث، فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل، فأنها غير متناهية، أجزاء غير متناهية هكذا لا يقولون، بل يقولون إنه قابل لانقسامات غير متناهية، وليس فيه يعني ليس في الجسم اجتماع أجزاء النصلة. لو لم يكن اجتماع النصلة فلا يقال هل اجتماعه لذاته، هذا هو السؤال هناك. هم لا يقولون هكذا بالاجتماع، وكذلك هم لا يقولون أن هناك أجزاء غير متناهية. لو لم يقولون بأجزاء غير متناهية فلا يكون الخردلة يعني غير أصغر من الجبل، بل يكون أصغر. وهذا الذي يقول وإنما العلم والصغر باعتبار المقدار القائم به، يعني المقدار القائم بالجسم والافتراء. هذا هو تضعيف الجواب الثاني. ثم والافتراق هذا تضعيف الدليل الثالث. إذن هم يقولون وهناك يعني لو تكثف شيء بدون تكثر في الأجزاء، أو تخلل شيء بدون تكثف بدون تكثر في الأجزاء، هذا يكبر ويقل يصغر. لو تخلل شيء مثلا هذا القطن يمكن جعله يعني كبيرا بدون يعني تكثير في أجزائه، فكذلك العجين يمكن يعني تفخيم، نعم تفخيمه بتخليل بدون تكثير في الأجزاء. فإذا هم قالوا هكذا. نعم ثم أما الدليل الثالث، نعم والافتراق ممكن لا إلى نهاية، يعني هناك ترديد، افتراق ممكن أو غير ممكن، لو كان الافتراق ممكنا فهو تحت قدرة الله تعالى، فالله تعالى قادر أن يخلق جزءا لا يتجزا، هكذا ذكرنا. فإذا هؤلاء يعني يختارون من يلعب هذا الدليل، يختار هذا الشق، يعني شق إمكان الافتراق، لكن هذا الإمكان إلى أين؟ إلى غير نهاية، لا إلى نهاية. يفترق ثم يفترق ثم يفترق وهكذا. نعم فلا يلزم الجزء، فلا يستلزم الجزء. ليس كذلك، يعني الافتراق ممكن لا إلى نهاية فلا يستلزم
الجزء لماذا؟ هذا لو كان الاستراك ممكنا وعدم الاستراك أيضا ممكن، هذا هو فرض في قدرة الله تعالى، ممكن أو غير ممكن، استراك ممكن فعدمه أيضا ممكن تحت قدرة الله تعالى. فالله تعالى قادر على أن يخلق جزء الجزء الذي لا يتجزأ، هذا هو عدم افتراق الجزئي، هذا تحت قدرة الله تعالى، هذا هو فرض القدرة. نعم. ثم قال فإن قيل وأما أدلة النفي أيضا فلا تخلو عن ضعف، أدلة النفي أيضا لا تخلو عن ضعف، ما هو أضعف؟ أضعف هو دليل الإثبات، هذا فيه لا تخلو عن ضعف هكذا. وذكر في الأول والكل ضعيف، فإذا إثبات أدلة الإثبات ضعيف، فهذا إثبات النفي لا يخلو عن ضعف. ولهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف، يعني في الجانبين ضعف، لذلك توقف لم يقل بثبوت الجزء الذي لا يتجزأ ولا بنفيه. نعم هكذا. لذلك أنا قلت لو ذكرنا بثبوت الجزء الذي لا يتجزأ أو بعدم ثبوته لا يضرنا شيء، يعني لو أثبت الجزء الذي لا يتجزأ نقول إنه خلق من الله تعالى، لو أثبت الهيولى والصورة نسألهم هذا الهيولى والصورة من خلقهما، هم يقولون الهيولى قديم، نتركها نسأل عن صورة، صورة حادثة كما ذكرنا، صورة يعني شخصية حادثة، كذلك صورة نوعية أيضا حادثة، قديمة ذكرنا قديمة لكن هذا بمعنى آخر، فإذا من الذي أحدث هذه الصورة الشخصية أو النوعية؟ هو الله تعالى، لإثبات وجود الله تعالى لإثبات وجود الله تعالى ووحدانيته وسائر صفاته يكفي لنا اعتراف الخصم بمحدث واحد من العالم، أي شيء كان يكفي محدث واحد. فإذا ثم نجري هذا على سائر المحدثات، فإذا لا يتضيق الأمر عندنا لو ذكرنا بالجزء الذي لا يتجزأ أو لم نذكر به. من علمائنا هكذا من توقف، أما كثيرا أو عادة